الآن الجانب الإيراني يتحدث عن 3 مسائل عالقة. ما هي المسائل الثلاثة العالقة برأيك؟ لا هي مسألتين، يعني مسألتين حلت، يعني مسائل ثلاثة العالقة، يعني موضوع الملف الوكالة الدولية الذي تحدثنا عنه وما زال موجود. طيب. الملف الثاني هو إلغاء العقوبات، يعني هذه العقوبات يجب أن تلغى بصورة ملموسة. طيب. على أرض الواقع ليس مجرد كلام. الموضوع الثالث هو الضمانات، يعني فهمت. لا تخرج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، ولكن هناك مش الجانب الأمريكي والإيراني يتفاهم هذه المشكلة. هذه ليست معاهدة، هذا اتفاق. لو كانت معاهدة نعم الكونغرس كان يوفق يصادق عليها، وبالتالي لم يكن بإمكان ترامب ولا أي رئيس آخر يخرج منها، يحتاج إلى مصادقة من قبل طيب. البرلمان، لأنه ليست معاهدة. هذه هي المشكلة. إيران متفهمة، ولكن حاليا تطلب ضمانة من الديمقراطيين على الأقل. طالما طيب. السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة بأيديهم، يجب أن لا يخرج من هذا الاتفاق. وبايدن وافق، يعني الإدارة الأمريكية وافقت. يعني هناك حلحلة لموضوعين وبقي موضوع واحد هو موضوع الوكالة. أعتقد موضوع الوكالة الأمريكيين هم عطوا تصريح قالوا ليس بإمكاننا أن نضغط على أنت تقول أنت تقول يا دكتور مصدق أن رئيس بايدن وافق على الضمانة، ضمانة ألا تعود الولايات المتحدة وتخرج من الاتفاق؟ عدم خروجه هو نفسه، وعدم نعم. خروج يعني السلطة أثناء وجوده أو طيب. أشكرك نعم. دكتور نعم. مصدق بور الأكاديمي والباحث السياسي من طهران، شكرا جزيلا لك.